هل يبيح الشرع أن تقابل المرأة المسلمة بزيها الإسلامي، جلبابها وخمارها، وبحضور وليها الأقرباء سواء لها أو لزوجها غير المحرمين، ابن الخال ابن العم الصهر إلى آخره، مع الدليل من القرآن الكريم والسنة الشريفة؟ الجواب: أما المقابلة، وأنا أظن أن السائل لا يعني هذا الذي قال، المقابلة غير المجالسة، فالمقابلة بلا شك هي جائزة ما دام في جلبابها وفي خمارها، فهي تقابل، وقد تريد أن تشتري حاجة تقابل رجل غريب كل الغراب عنه كل الغرب عنه. لكن أشعر لأن السائل لا يعني مجرد المقابلة، وإنما يعني المجالسة كما هي عادة الناس الأقارب اليوم. وعلى هذا أقول المجالسة غير المقابلة، لأن المقابلة لا تتطلب كثيرا من الكلام والحديث، ولا يسمح الوقت عادة يتدخل الشيطان بينها وبين أحد غرفها من الأقارب. ولكن المجالسة والسهرة ونحو ذلك هذا الذي ينبغي أن نتحدث عنه، وهو الذي أظن أن السائل يعنيه سؤاله، وإن كان